يا جماعة، في كمية بتاعت أحقاد دفينة بين أبناء دارفور لدرجة لا يتوقع، لدرجة لا يتوقع. أنا هنا زمان كنا مفتكرين إنه الناس اللي بيشنوا هجوم من النشطة للشمال والشماليين اللي بنشموا النشطة والانفصاليين وكده، افتكرنا إنه يا أخي والله في كراهية شمتاء رمتاء من أقاليم أخرى تجاه دارفور، لكن للأسف والله العظيم بعد الحرب ده بدأ وبعد القوات، يعني لغاية لو الناس ملاحظة ومتابعة الواقع السياسي والواقع الميداني بتاع السودان، لغاية زمن القوات المشتركة كان في الحياد ما كان في هجوم زي ده، لا كان في هجوم قبلي ولا كان في هجوم على القبائل تضارب بيناتها بهذه الشراسة، خير انه في مهاترات بسيطة بين شباب، ولا كان في الهجوم اللي هسه يتعرض عليه القوات المشتركة. بالعكس، القوات المشتركة اللي بتكون من كل أبناء دارفور وبالعكس حتى أبناء من جبال النوبة، ناس كوكو قادة كبار في حركات دي قاعدين في الميادين بيقاتلوا. للأسف الليل الناس اللي بتعرضوا للهجوم، لو لقيت الهجوم على القوات المشتركة لا تلقاه من شمالي لا تلقاه من زول من جبال النوبة، بتلقاه كله من أبناء دارفور. هجوم شرس جدا للقوات المشتركة، تكفير القوات المشتركة وتقوين القوات المشتركة وانتماء لإثنية معينة أو قبيلة معينة وكره دفين، ده كله طلع من داخلنا، من داخلنا كأبناء دارفور. خلونا نتقبل الحقيقة. فأنتوا رأيكم شنو إنه أخوانك في الميدان ديل، أخوانك في الميدان اللي من كل شط القبائل ومن توجهات مختلفة، في حركات ألمانية في حركات إسلامية، كلهم كده اجتمعوا تحت راية واحدة، وده كان أمنية أي إنسان في دارفور، أي إنسان سوداني في دارفور حاسب المظالم وداير إنه يبهك أهله كان بيسأل نفسه سؤال واحد، وحتى الغرب الشماليين كانوا بيسألون السؤال ده، أنتوا كده عندكم قضية ليه حركاتكم كتير ومشتتين؟ ده سؤال بديهي كان أنا هنا بنتسأل له كان دارفور. فالليلة هبا للوطن ده وهبا للواقع الآن، الواقع الفرضت علينا الظروف إنه في ناس بيموت، في زول بيجي بيرسل وش عتاب لأهله، انتوا ليه ما عملتوا كده، انتوا ليه ما عملتوا كده. لا، ما الناس ما بتعمل كده، الناس بتهجم بشراسة، ديل مرتزقة، ديل كلاب، ديل ما نافعين، ديل بتوفيهين، انه يا اخي الناس دي من كل قبائل دارفور ومن كل انسان السودان قاعدين يقاتلوا فيه. دي منظومة بتاع حركات مسلحة اتكونت اجتمعت في حتة واحدة، إسلامية على ألمانية على غيرهم، بيجوا جسم واحد من أجل السودان ده. فالهجوم لو جاء من الشمال، والله أنا بنقول ده من زمان كان بيكره الحركات، الهجوم لو جاء من جبال النوبة كان نقول اختلاف سياسات، لكن الهجوم جاي من أبناء دارفور ذاته بشراسة وللأسف يعني أنا لما أشوف واحد من دارفور بيفتكر إنه القوة المشتركة ده بتاعت قبيلة واحد، وفي نفس الزمن يجي يقول لك قال اتأثروا اتبلوا. لا يعني انت اهلك ده اللي من يموتوا مثلا المشترك ده كله يمشي في قبركان تتكيف مثلا، ما هو ده ام الغباء والعبودية اللي ما دايرين وانين. انت لو بتفتكر زي الزول اللي بيجي، انا زي الزول انا اللي بختلف معه، الزول اللي بيجي بيقول لي الجيش جيش جلابة، يجلوك بيطلقة جيش ده جيش سوداني، انا ما بخلي له جلابي، يا زول جيش ما حق جلابي، جيش ده ما حق زول، انا الجيش ده حقي، انت ليه تشيل حقك تدي لي زول؟ ليه انت مصير انه تقعد في الدوله ده يمدوا لك بكوره؟ انت ما الدوله ده حقك، انت خش جوه الدوله ده شيل حقك. ده الفرق بيننا وبينكم، انا الفرق بيني وبين الناس. بعدين تصنيفات كترت علي ذاته، في ناس طلوني جنميناوي، في ناس طلوني قابد من برهام، في ناس طلوني ما عارف لك شنو، يعني تسميات ذاته كترت، لكن شخص انا بتاعي انا ما عندي به شغل. لكن انتوا اول حاجة كأبناء دارفور كده اول حاجة شوفوا عينوا للقوات المشتركة ده وعينوا لهم هم بيعملوا في شنو، هل قاعدين يشردوا امهاتكم؟ هل قاعدين يقتصبوا النساء؟ هل قاعدين يأكلوا مع الدولة ده؟ يعني سبحان الله الغلي ناس شباب من دارفور 10 20 لامين في لايف بيتكلموا عن انه دار تاكل برق وكيكة، في زول باكل صغيرة، ناس قاعدين في ميدان بيشاكلوا، انت دار تطلعتوا منه دار يأكلوا، باكلوا شنو؟ ما قاعدين ياكلوا تلك بتاع 23، قاعدين ياكلوا تدوين، قاعدين ياكلوا زوج، قال لك ما تاكل ده ذخيره، دار تاكل انزل يا اخي. قال لك كفايه تخوين وكفايه كلام فارغ، حطمت معنويات الشباب في الميدان. انا هنا ما بنتكلم عن نفسنا، انا والله مستعدين نسارع معكم 8 سنه تاني قدام.
في ميديا ده جلد بس، لكن ما تحتم نفسك، تحتم نفسك بنفسك عشان تدي السيبورت والبوش للجنجويد، ده الغلط هنا. اثنين، الناس اللي يجي يشبكون لك مشتركة وما مشتركة وعميد وأخيت مشتركة، دي الناس تروبرو. انت لو تعرف يعني شنو تروبرو وتعرف يعني شنو حارب، انت ما تسأل. يا دي سياسة انت بتعرفه، تجي تقول لك لك جلابة ودولة 56 وفي زول مشرد أمك على الليلة وقاعد يركب في أهلك، انت غبي؟ يقولك بيتلقى جلابي ده عمره ما بركب من شمالية بيجي بنزل في دارفور بشكل مش بس نعم. انت اكتع دابر السنودة قدام السريكة مسك السودان ده ساعة، ما تهديد لكن رسالة لكل القبائل الزنجية في السودان، والله دام السري لو مسك السودان ده ساعة، امهاتكم لو ما غسلوا كاكي بتاع دام السري، واخواتكم ما طبخوا للجنجويتات، والله انا اكون وتحرم. والله هسي مش جلابي ده بينك وبينه كان دقيت دانا ذاته ما بيلحقك، لكن اقسم بدين وايماني الادو الاستراتيجي الساكن وسيدكم وحايم وسيدكم اللي بوصفكم بالابيت بتاع ده، حسي هو في اضعف قدرته بيسميك ابيت وامباي، فما بالك ان كان ديكتاتور في الدوله. فالناس تركز يا جماعه، انا هنا والله في غنى عن هتارات ومشاكل، وانا هنا والله داعمين للقوات المسلحه وللقوات المشتركه، وربنا يعينهم ويسهلهم والنصر قريب ان شاء الله. لكن الادو أنا هنا دون الاستراتيجي ده بالذات كابن دارفور، الحقد الدفين تجاه القوات المشتركة وتسميتهم بقبائل معينة والجوطة والكلام الفارغ الناس بيعملوا فيه ده، ده كله وقفوا. الناس تمشي قدام والناس تضرب في الوتر بتاع أخوانكم الواقفين في الميدان، ما تدعم جيش ما تدعم مشتركة برضو ليك التهية، في قوات قشن في قوات فرفرة في مستنفرين، ديل بلدوا تعلين عشان كيكة مثلا، دير تارين عشان يحموا نفسهم، دير كل ما دار تدعمهم، أدعم المواطن السوداني البيعان. أسأل الناس الجريجل يا عشي الجبل، عشي الجبل أسأل الجماعة بوروك قول لهم حامد كرزاي ده مونو، أسأل الناس دبي انا بس وريتك انت، انا وريتك اسال انت ما قاعده هنا ما قاعده ها شارع السودان هنا برج الشرطه برضو بسلم عليك الجماعه حياتنا لك كثير، برج الشرطه شارع السودان هنا بسلم عليك شديد السلام. بعد الفرقه اللي انت ماشي كده امارت النوران محل الصرافه بدايه النوران دي الطابق الخامس بسلم عليك حياتنا لك كثيرة. حد هنا نفتكر يعني حاجات دي افتكر كده كفاية معك. المهم جماعة بسلم عليك عبدي من الخضة يا بنت الناس، احتراما لأسرتي واحتراما لك كأنسة، أخطأتي ما أخطأت ده ما شيء ما بحبنا له، ده حاجاتك عبدي من الخضة. خلوا لنا مع الناس، الواحد بيجي يعني بيجيب حاجاته في الميديا ده، ما قادر يعمل أي حاجة إلا بالميديا ده أه؟ ونكتفي بذلك ونمشي نشوف أولاد الرزيقات صفوا ها مخلفات البيش. لا لا دقيقة حامد دقيقة انت سير لي لو من جبل شادي انا فتحت لك المايك كده، خلي سرس اخوي اتفضل يا سرس اخوي. طبعا حامد ده اما انا بصلات الكبيرة دي بس بنحترمه وقاعدين ده ونعمل شنو زول اما انا شادي الابنسي تقيل اتفضل يا سرس اخوي. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله كلكم طيبين، ونصر الله قوات شعبنا المسلحة السودانية، ونصر الله إنه يسدد رميهم. تحية لقواتنا المشتركة. بداية أنا كسارس أخوي ما طلعت المنصة إلا لدعم إعلامي لقوات الشعب المسلحة السودانية ده ابتداء، ومورال فوق يا المفترس، أنا هسميك المنحرف يا منحل، مباح في الجنجويد الضرب متاح كويس. وحقيقة أنا أستغرب
انا خاربة سمعة الشعب السوداني؟ لا انت شفتني قاعدة مع العيال التوتو ولا كيف؟ ما انت قاعد في اللايفات كبروا لي عبودي، وعبودي ده ظريف وما عارف، وجماد طلعوا بسببهم النقاطة وقفت من الجنجويد. ولا تكون فاكر انه صار سخوي بيشتراه ب50,000 ريال سعودي؟ لا 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 لا، هنا في شغل شغل بختلف. لا لك انت منحرف، شفت القافية دي جات كيف؟ ده واحد امسك عندك. اتنين، انت يا النتيفة، انا عايز اشغل المداخلة بتاعتك. وقلبك عامر بالايمان؟ لا لا لا، ده شيخ يا بيبي، قلبه عامر بالايمان، اكاد يكاد قلبي ينفطر من تلك التقوى حقيقة. يعني نسمع قال شنو؟ تفضل. انت داري ايش اقول لك يا عبد الفيديو؟ انا الفيديو يا سلام عندي. الصوت عندك ضعيف، انا ما كان عندي كويس. انت داري يا فيديو نحن ايش اقول لك مين عندنا؟ ده لما دخل اسمه منو ده؟ نتيفة ده؟ انت نتيفة وطالع تفتي، انا ما عارفه كيف. لما دخل النتيفة ده هو بيقول لا 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 وبيمسح على راسه. بارك الله فيك يا اخونا المفترس، لا تقطع زلط. أول حاجة كلغة عربية ما في حاجة اسمها لا تقطع زلط بداية. فلو عايز تتكلم لغة عربية فصحى وأنت داعية للدين، فهنا لا يجوز أن تقول لا 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 تقطع الزلط. ويا ريت لو قلت حرف القاف، أنت قلت تقطع، ده واحد. بل الانصراف ده أنت عندك تكفيل براو كده، ده ما موضوع ناسة. الحاجة الثانية، انت نهيت المفترس عشان تشوف النفاق الديني هنا. انتوا امثالكم اللي بيكرهوا الناس في الدين، ولما نحن نجي نقول قال الله وقال الرسول هنا بيجي يقول علينا كيزان. ليه؟ لانه امثالك بيأولوا الدين، انتوا بتحرفوا الكلمة عن مواقعه. عرفت كيف؟ كبشر ودي للنتيفة وللمنحرف وليو الدنيل. أنا جاياك بلايف براو كده خصيصا لك، فهمت كيف؟ أنت لما نهيت هنا يا نتيفة، نهيت عشان أخواتك قاعدين ولا نهيت لأنه الدين قال كده؟ سؤال.